lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely i be taking shots yeah cold-blooded i see watching numbers grow as we well. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات النهارده كده جايه لو انت زهقتي من اللحمه من الفراخ النهارده كده هنعمل لكم سندوتشات حلوه ولذيذه وفي نفس الوقت هتعجبك وطريقتها سهله جدا وقاعد شبعك وتفرح ولادك كمان يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده الشكل النهائي والاخير للطبق حاجه كده تفتح النفس على الاكل اهم حاجه كده تظبيط الاكل عشان خاطر العين تاكل قبل البق تعالوا بقى معايا ده داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا الحلاوه والجمال ده ازاي خليكي معايا حاجه كده عظمه يعني <applause> اول حاجه المكونات بتاعتي سهله جدا هي ايه بقى يا ام ريان انا معايا نص كيلو كده من الصداق انا جايباه طبعا من الجزار عايزه تجيبيه مجمد اي حاجه كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب ما يحب تمام معايا ايه بقى التاني معايا كده حبايتين من الفلفل حبايه من الطماطم حبايه من البصل ابدا اعمل ايه بقى ابدا اقطع الفلفل والطماطم والبصل بتاعي ده شرايح يعني آه كل واحد على حسب تقطيعه عايزه تقطعيه قطع كبيره ما فيش مشاكل بس انا حابه بصراحه اللي هي يعني سهله وفي نفس الوقت كده يعني وانتي بتاكلي السندويش مش هتكون مضايقاكي بصراحه يعني المهم هي طماطمايه واحده وبصلايه واحده وحبتين من الفلفل عايزه تكتري عن كده براحتك ومزاجك عايزه تكتري برده كميه الصدوق اللي معاكي برده براحتك ومزاجك البصل حلقات البصل ابدا افرطها كده من بعض بحيث ان انا عايزه الطرنشات كل طرنشه كده بعيده عن الثانيه ابدا اجيب الصدوق معايا اسهل طريقه بقى لقطع الصدوق أنت تحطي ثلاثه اربعه خمسه سته كده جنب بعض وتقطعي بقى عايزه تقطعيها قطع صغيره عن كده برضه ما فيش مشاكل مش هتقول لك لا خالص يعني تمام ايه عايزه تقسمي الصدوقايه الواحده على ثلاث قطع برضه يعني كل حاجه متاحه ليكي تمام بس انا ايه فضلت ان انا اقسمها كده نصين تمام ابدا بقى ايه اعمل ايه اجيب الطاسه الحلوه بتاعتي ابتديت احط فيها ايه معلقه كده من الزيت ما تكتريش عشان خاطر طبعا الصدوق هينزل ايه الدهون اللي فيه ايه واهم حاجه تكون النار عاليه بحيث بقى ايه, ايه ساوي كده الصدوق في قلب الطاسه بحيث كل الصدق دقايه تلمس الزيت بحيث اللي هي تاخد حلوه بحيث دي <applause> <applause> لغه عربيه فصحى يعني المهم كده كل الصدوق كده يكون ملامس الزيت تحت تمام ابدا ارش عليها كده رشه من الفلفل اكيد الصدوق بيبقى جاي متبل من عند الجزار يعني هو مش محتاج بهارات بس انا بصراحه يعني هضيف له برده شويه بهارات كده حلوه دي رشه كده من الفلفل دي طبعا يعني اختياريه وبرده داخل الفيديو برده هحط عليه شويه كده من الكمون هتقولي كمون ايوه كمون جربوا يا جماعه مش هتندموا والله الحاجة يعني لما بجربها وتطلع حلوة بقول لكم عليها طلعت وحشة هقول لكم ما تعملوهاش أصلا يعني تمام أول كده ما بيتشمع من تحت كده وتلاقي اللون اللي تحت أخذ له لون تبتدي تقلبيه على الناحية التانية أدي رشة الكمونة هي ستة يا أم ريال هنجرب بقى نشوف لحد ما نشوف أخرتك إيه <applause> اخرتي بيضه ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده كله اخد تشويحه يعني خلاص يعني هو يعتبر الصدوق من الحاجات اللي مش بتاخد سوى كتير بعد كده هبدا انزل عليها بالبصلايه اللي عندي زي ما قلت لك البصل دي على حسب ما تحبي عايزه تقطعيها مبشور تقطعيها طرنشات قطع صغيره براحتك خالص تمام ابتدي كده سيبيها لمده خمس دقائق كده يعني كل ده وانت واقفه كده كل حاجه جاهزه عندك هتعملي اسرع اكله بعد كده ابدا اجيب ايه فصين من الثوم ده اختياري طبعا بس التوم بيدي الاكل انتوا عارفين يعني بيديه ريحه حلوه وطعم حلو يعني تمام هو كان فص واحد بصراحه وبعد كده ابدا ايه اقلب كله وبعد كده ابدا انزل بالفلفل بتاعي لحد كده الطريقه سهله والمكونات بتاعتنا مفيش اسهل منها هتاكلي احلي سندوتش كده شكله مغري بصراحه وكان طعمه جميل جدا وعجب الولاد واكيد هيعجب ولادك انتي كمان بعد كده هبدا انزل بالطماطميه اللى عندى زى ما قلتلك عايزه تزودى كميه الطماطم براحتك انا بسيب الطماطم هى اخر حاجه بحيث ان هى الطماطم عارفين اللي هى مش بتغيب فى السوى تمام اسيبه بقى ياخد ويدي كده مع بعضه يعني مش هيكمل خمس دقائق على النار بعد كده هعمل سلطه الخيار بتاعتي الجميله جدا هي ايه بقى جبت حبيتين من الخيار وعليها كده كم فص توم والزبادي معايا السلطه دي ما هتدور حقها بصراحه رغم ان هي مفيده فيها الخيار وفيها الزبادي والثوم طبعا يعني هو ولادي مش بياكلوا الزبادي فانا بصراحه ابتديت كده دخل الزبادي في السلطه ما حسوش بيها وقالوا لي احنا عايزين تاني وطعمها جميل وكده هي بصراحه كانت طعمها جميل جدا وفي نفس الوقت طريقتها سهله وبسيطه وكانت فعلا تنفع مع السندوتشات دي او ممكن تعمليها مع اي سندوتشات تانيه ابدا اجيب ايه بقى جبت الزبادي اي نوع انت بتستخدميه وبعد كده هبدا انزل بملعقة كده كبيره او معلقتين من المايونيز اي نوع برضو انت بتستخدميه تمام آه بس المايونيز كده بصراحه يعني بيديها طعم احلى طبعا بعد كده هبدا ايه احط آه عليها إيه صوص الثوم هبدا آه اهرس فصوص الثوم او لو انت ده اي حاجه كل واحدة على حسب المتوفر عنده تمام آه طبعا الثوم على الخيار كده المبشور والزبادي والمايونيز كل ده حاجه كده يعني مفيده جدا وبصراحه كان طعمه حلو وهو فعلا كان يعني محتاج السندوتشات دي تمام بعد كده هبدا ايه أرش عليها شويه فلفل وشويه ملح بس كده ودمتم احلى واسهل سلطه زبادي ممكن تعمليها ما عندكيش مكونات ممكن تشيلي مكون عن مكون يعني بس هو الاساسي الزبادي والخيار والثوم طبعا هو اللي بينكه فيها لحد كده الدنيا تمام وكل حاجه ماشيه معايا فول اوبشن و عشر ان شاء الله تقومي تجربيها بعد الفيديو ده وتقولوا رايكم بعد كده بقى ايه هبدا بقى ايه احنا عايزين بقى الشكل حلو بقى شكل حلو كيوت كده تقدمي اكلك في شكل كده يعني مبهج كده ابتديت بقى ايه اطلع بقى الحاجات اللي في ال... في النيش طلعي طلعي ما تخليش حاجه مركونه يعني. يعني انت هتركيني حاجتك في النيش لمين طلعي احلى ما عندك طلعي كده ليكي ولولادك ولجوزك والاهل بيتك يعني انا مش عارفه انتوا بتركنوا الحاجات في النيش ليه يا جماعه طلعه الواحد يا 100 مره ولا ايه طلعه واعمله المهم جبت الطحينه بتاعتي كلنا شطار طبعا في عمال الطحينه حطيت كالعاده الخل والميه السخنه والملح والكمون و يعني بصوا كله كده على بعضه لغبطيطه هبتدي اجيب طبق كده خليت بصراحه القوام ده كان تقيل هو ده اللي, اللي هنغمس منه هبدا احط بيه عليه صوص الشطه ده خطير جدا في كل حاجه ابتدي اجرنشيها كده ورشه كده من الفلفل والله

<applause> الله عليا يا ام ريان بصراحه كده حاجه زي العسل ابتديت اجيب العيش الكايزر بتاعي عايزه تعمليها في عيش فين ومفيش اي مشاكل بس انا بصراحه يعني قلت تغيير كده والعيش الكايزر يعني في كل فرن او ممكن تخبزيه في قلب بيتك عادي خالص اللي هو عيش البرجر يعني بعد كده ابتدي افتحيه وجبت معايا اللي هي الشرايح الجبنه بتاعه البرجر يعني عملت السندوتش كانه سندوتش برجر بصراحه يعني ابتدي بقى اجيبي شويه كده من الطحينه في الارضيه وبعد كده عليها شريحة الجبنة وحطي بقى الحشوة بتاعتك الحلوة اللي مستوية وزي الفل يعني كده يعني حاجة ما شاء الله شكل السندوتش اصلا هيقول لكم تعالوا كلوني حاجه كده زي العسل ما خديتش في ايدي وقت ولا مجهود ممكن تستبدلي طبعا الصدوق بالبرجر آآ ممكن برضو تستبدليه بالهوت دوج يعني كل واحد على حسب المتوفر عنده بس الصدوق بصراحه يعني طعمه جميل وحاجه بلدي كده يعني البلدي يوكل زي ما بيقولوا لكن مش منحب المجمدات بصراحه يعني مش انا مش من عشاق المجمدات آآ تمام هخلص بقى كميه السندوتشات اللي عندك عايزه زي ما قلتلك كميه اللي عندك انا كنت عامله نص كيلو بس يعني كفه وفاض والاسره كلها كلت منه حاجه كده زي العسل والاكل كان يفتح النفس على الاكل ابتدي بقى هاتي بقى حاجتك الحلوه طلعي برده منيش الصينيه الحلوه الحاجه الحلوه كده طلعي طلعي تمام وابتدي بقى قدمي بشكل حلو كده وكيوت وامور يعني خلي كده اللي يشوف الاكل يقول الله عليكي الله عليكي يا ست ابتدي <applause> حطي بقى ايه شويه مخلل كده شويه طحينه شويه سلطه الخيار وابتدي بقى فنشي في الاخر كده حطي ايه آه اعياد بتاعة الاعواد اعياد مين؟ الاعواد بتاعة خلة السنان وحطي فيها كده شويه آه يعني بيت زيتون بحس شكلي كده شويه شيبسي مش هيقولوا لك لا يعني كده شكل الحاجه زي الفل في نهايه الفيديو بقى يا حبايبي الحلوين انا مستنيه تعليقاتكم ومستنيه ان شاء الله لايكات كتير وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجه حلوه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته